مذكورة في سفر الأعمال أصحاح الثامن والعدد 26. دعني أقرأ معك. ثم أن ملاك الرب كلم فيلبس قائلا: قم واذهب نحو الجنوب على الطريق المنحدرة من أورشليم إلى غزة التي هي برية. فقام وذهب، وإذا رجل حبشي خصي وزير لكنداكة ملكة الحبشة كان على جميع خزائنها، فهذا كان قد جاء إلى أورشليم ليسجد، وكان راجعا وجالسا على مركبته وهو يقرأ النبي أشعياء. فقال الروح لفيلبس: تقدم ورافق هذه المركبة. فبادر إليه فيلبس وسمعه يقرأ النبي أشعياء، فقال: ألعلك تفهم ما أنت تقرأ؟ فقال: كيف يمكنني إن لم يرشدني أحد؟ وطلب إلى فيلبس أن يصعد ويجلس معه. وأما فصل الكتاب الذي كان يقرأه فكان هذا: مثل شاة صيق إلى الذبح، ومثل خروف صامت أمام الذي يجزه، هكذا لم يفتح فاه، وفي تواضعه انتزع قضاؤه، وجيله من يخبر به، لأن حياته تنزع من الأرض. فأجاب الخصي فيلبس وقال: أطلب إلي، عن من يقول النبي هذا؟ عن نفسه أم عن واحد آخر؟ ففتح فيلبس فاه وابتدأ من هذا الكتاب، فبشره بيسوع. قصة الوزير الحبشي تخبرنا الكثير عما كان في قلبه من أشواق لمعرفة الإله الحي، فهو من بلاد بعيدة تختلف ديانتها ومعتقداتها، لكنه حصل على التوراة أو العهد القديم، وكان هذا الكتاب عزيزا عليه رغم أنه لم يكن يفهم تماما كل المكتوب. أراد أن يلاقي الله، فإذ به يترك عمله ومسؤولياته الكثيرة ويذهب مسافرا نحو أورشليم لسبب واحد كما هو مكتوب: ليسجد. هل أنت كذلك؟ هل لديك شوق إلى الله؟ تضحي وتزور أماكن مقدسة، تريد أن تسجد لله. هذا الإنسان سجد في الهيكل وترك المكان من دون الشبع الروحي العميق الذي كان يتمناه. هل أنت كذلك؟ تزور أماكن العبادة وتخرج خاليا؟ لا شك أن هناك صلاة في القلب، صلاة كانت في قلب هذا الوزير، يريد أن يعرف الله. بالرغم من عودته دون نوال مأربه، إلا أنه فتح الكتاب المقدس في المركبة في طريق العودة، وحاول مرة أخرى لعله يصل للبركة المطلوبة. لم يكن عنده أي فكر أن هذه الصلاة التي يصليها ليفهم ويعرف الله وصلت إلى السماء، وإذا بيد السماء تتحرك وترسل ملاكا فينبه قلب تلميذ اسمه فيلبس ويقول له: اذهب إلى هذه الطريق. أطاع فيلبس وذهب، وهناك أرشده الله أن يرافق تلك المركبة، أي مركبة الوزير، وزير الحبشة. هنا أحبائي نرى الطفل الوزير، أعيد الكلمة: الطفل الوزير الذي سر الله أن يعلن له أموره. فنرى هذا الوزير بكل صراحة يقرأ بصوت عالي، فيسأل فيلبس: ألعلك تفهم ما تقرأ؟ ويا له من سؤال يسأل لشخصية مهمة، شخصية وزير. لكن هذا الوزير لم يعتمد على حكمته أو على فهمه، بل استسلم مثل الطفل قائلا: كيف يمكنني إن لم يرشدني أحد؟ وبكل تواضع طلب إلى فيلبس أن يصعد ويجلس معه. وكان الوزير يقرأ من أشعياء أصحاح 53 الذي يتنبأ عن آلام المسيح وموته. فسألوا الوزير: عن من يقول النبي هذا؟ عن نفسه أو عن واحد آخر؟ فبشره فيلبس بيسوع. ويقول الكتاب أنه اعتمد أيضا وذهب إلى بلاده، لكن بأية كيفية؟
فرحا مرتاحا. نعم، كل من يتعرف على المسيح ينال الراحة والفرح الحقيقي. دعونا نصغي إلى هذه الترنيمة ثم نتابع في الله. ارفعني إليك.